لماذا خلق الله الخلق؟ إن قلت أن الحق سبحانه وتعالى خلق الخلق للعبادة أو للمعرفة أو لأي شيء، حط ببالك شيء وجاوبني به، فنقول كل شيء تضعه لي، تقول لي خلقهم من أجل العبادة أو خلقهم من أجل المعرفة، زين، فأقول لك هل الحق محتاج إلى هذا الهدف أو ذاك؟ يعني هل الحق محتاج أنه للعبادة فخلق الخلق من أجل العبادة؟ هل الحق محتاج إلى المعرفة حتى خلق الخلق للمعرفة؟ محتاج لهم؟ إن قلت نعم فقد أصبح الحق مفتقر، مو غني، مفتقر، زين، وناقص، مفتقر وناقص، وهو غني مطلق. وإذا قلت لا، غير محتاج إلى معرفته وغير محتاج إلى عبادة الخلق، لأنه هو صرح بها في القرآن الكريم، ما يحتاج، إن الله غني عن العالمين، هم وعبادتهم وكل شيء بها غني عن العالمين، شو ليش خلقها إذا غني عنها؟ لوين خلقها؟ حسب الله اجاكم واحد منا وقال لكم تعالوا يا المسلمين، عمي وين انتوا الله ليش خالقكم؟ شو تقول له؟ تقول له حتى نعبده. يعني قرانكم يقول ان الله غني عن العالمين، هو ما محتاج الى عبادتك ولا محتاج الى معرفتك به، شو تجاوبه؟ شو تقول له؟ تقول له انت تريد تشككني بعقيدتي مثلا؟ ولا بد أن تكون مجتهدا في أصول دينك. هذا اللي احنا ندق عليه، يعني احنا نقول يجب على المكلف أن يكون مجتهدا في أصول دينه. هو إذا ما تعرف أصول الدين، إذا ما تعرف الرب، ليش تصلي له؟ إذا ما تعرف الله سبحانه وتعالى، ليش تصلي له؟ ليش تصوم له؟ أكو واحد يقوم بفعل ما يعرف شنو هدفه، ليش تصلي؟ هاي البشرية دي تصلي، زين، صلي حتى الله يعطيني الجنة، زين، شنو الله؟ الله بالسماء، شي يسوي بالسماء؟ الله بالسماء، زين، وبالقاع ماكو الله؟ هي هاي غير اكو اسئلة تثار، المفروض يصعد المؤمن مثلي وامثالي يفهمها للبشرية، وخصوصا بهذا المنعطف الخطر اللي تعاني منه الأمة الإسلامية، أبشع هجمة فكرية. مهم الجواب، وهذا الجواب أعطيكم إياه قربة إلى الله تعالى. علمتم في المحاضرات السابقة أن العلة التامة، أن العلة متى ما تمت، العلة متى ما تمت وجب المعلول. شنو يعني؟ أب وأم، مو أب وأم، ذكر وأنثى بالغان وسالمان جسديا، إذا اجتمع في لحظة معينة، يعني عند نضوج البويضة مثلا وموعد تلقيحها، يعني إذا اجتمع وجب أن يأتي الطفل غصبا عليك وعليه. ليش؟ لأنه الرجل جزء علة والمرأة جزء علة، اجتمع هذا الجزء مع هذا الجزء، أجل معلول اللي هو الولد. غيم من أكو رياح وأكو رطوبة وتدفع هاي يعني بخار الماء، الدفعة إلى البرادات اللي تصطدم بالجبال، يتكثف هذا بخار الماء، تحمل الرياح، صار غيوم من كملا كل عوامل المطر
وثقلت الغيوم بحب مطر وجب نزول المطر، ما يتخلف معلول، ما يتخلف عن علته. تمت العلة، العلة متى ما تمت شنو؟ جاء المعلول. الحق علة تامة لو علة ناقصة؟ مو تامة، فوق التمامية. احنا غلط نقول علة تامة، لا هو تامة وفوق التمامية. فبما ان الحق سبحانه وتعالى علة تامة بل فوق التمامية، فلا بد من وجود المعلولات، لا بد من وجود المعلول. هسا هذا المعلول اللي صدر من العلة واحد متكثر ما له علاقة به، واحد متكثر ما له علاقة به. وقاعد تلاحظ شلون؟ المهم ان الخلق، يعني هاي قاعد اسولف لك مسألة شوية عميقة، يعني مو خلق، ما راح يصير خلق، ما عندنا خلق، احنا ما عندنا خلق بالحقيقة، ماكو خلق. لفظة محدثة، مسألة الخلق لفظة محدثة. شنو هي اللفظة المحدثة؟ يعني هاي اللفظة لفظة محدثة. الحقيقة انه لا، الحقيقة انه هو تام، الحق تام. فبما انه تام وهو علة الاشياء، وجب ان تصدر المعاليل منه، واجب لكونه علة تامة. عرفت؟ هاي العلة التامة لما صدر منها المعلول، المعلول بعد ذلك تكثر واصبح شنو؟ واصبح هاي الموجودات، هذا عالم الامكان كله. قاعد تفتهموني لو ما قاعد تفتهموني؟ يعني مثل حباية الباقلة، حباية الباقلة من احطها بالقاع زين وخليها تنمو، راح تطلع بيها 50 حباية باقلة، تمام؟ الزمهم ذن 50 حباية باقلة ازرعهن، راح يصيرن 5000 حباية. الزم 5000 حباية ازرعهن، راح يصير كذا حباية. نوب الكذا حباية راح الزمه، راح يصير اللا متناهي. كذلك لما هو كان تام، هو تام تام علة تام، صدر منه المعلول. المعلول اللي عبرت عنه، خليك ياها، عبرت عنه مقام الجمع الأسماء والصفات أو مقام الواحدية زين. لعد شي يريد الحق منها؟ الحق سبحانه وتعالى لما فاضت منه، يعني فاض هذا المعلول منه، شيء هو شيء يريد؟ يريد أن يرجع هذا المعلول إلى ذاته. الحق لا يبحث عن الموجودات بما هي موجودات، وإنما يبحث عنها أو يريدها إليه باعتبارها صادرة منه، فيريد أن يرجعها لمن؟ يريد أن يرجعها إليه. ولهذا إنا لله وإنا إليه راجعون. نظم لها، نظم لها هاي المسألة اللي هي مرة عبادة ومرة معرفة ومرة فوق المعرفة ومرة عبادة مطلقة، وتدرج بها وأصبحت ديانات وأصبحت شعوب وقبائل، ولكل جعلنا شرعة ومنهاج. قاعد تفتهمني؟ شوية أوضح لك إياها، أن شوية نتفلسف. أن ذاته تعالى غاية للجميع، ذات الحق هي غايتنا لو مو غايتنا؟ غاية الإنسان وغاية الحيوان وغاية الشجر وغاية البقر هي غاية الموجودات كلها، والموجودات كلها ساعية إليه. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. إذن ذاته تعالى غاية للجميع، كما أنه هو سبحانه وتعالى فاعل لها لو مو فاعل لها، موجدها لو مو موجدها، موجدها فاعل لها. وهو يعني الحق سبحانه وتعالى هو أعظم مبتهج بذاته، ابتهاج الذات بالذات، أعظم مبتهج بذاته، وكل مبتهج بذاته مبتهج بجميع ما صدر عنه من موجوداته.